لا يحتاج لأكثر من دلو ورفش ليمارس هوايته التي بدأها بعمر متأخر. يضع في ذاكرته الصورة التي يود رسمها، ومن ثم يختار المكان المناسب على شاطئ البحر ليتفنن في تنفيذها. أول شغلة عملتها هي الضفدعة، زبطت. هلأ أولادي كانوا يستحوا أنه شو البيون عم يلعب بالرمل، وأنا قاعد هيك عم بجرب تجربة يعني. تاني مرة، تاني مشوار، عملت ضفدعتين على حسكة، على حسكة، طلعوا حلوين كتير، صاروا العالم يتجمعوا. تحول من النحت على الحجر بعد نزوحه من الريف، يمضي ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لكن لا يبدو عليه التعب أو الملل. من يحب أمرا معينا يمارسه من دون تذمر أو تعب، هذه حكمته في الحياة. الرمل دغري بتخلص، بدأ ساعة، ساعة ونص، الأكبر مجسم بيخلص. بالحجر بدك مطرح وكله جاي وما في مطرح يعني، مشان هيك وبياخد وقت الحجر. أكثر من 3000 منحوتة رملية في أرشيفه، يذكرها بحنين أبوي، كأن كل مجسم ولد من أولاده. عاشق الرمل كما تحلو له التسمية، لا تحد الشيبة من طموحه. إذا في شقفة أرض بجيب رمل وبعمل مثل كيف متحف الشمع، متحف من رمل، في مادة بتجبلها مع الرمل مثل الغري وبيطلع المجسم وتعملهم بلوكات إزاز، بصير مثل معرض كتير يعني، بس هيدا بده كلفة. هنا الرسم يقوى عليه البحر. ما إن ينتهي سهيل من رسم منحوتته يحفظها تصويرا، حينها يكون الرجل الخمسيني قد روى ظمأه فيتركها لليم ويمشي. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة الكاسليك شمال بيروت.